اليوم بنتكلم عن الدرون. شو الميزات اللي لفت انتباهي في هالدرون؟ ثلاث اشياء. اول شيء يقول لك الكواليتي 5K. هل الكواليتي عندك المجال تلعب في اطار الصورة او الفيديو بعد الانتاج، يعني قرب بعد ما تفقد اي كواليتي، يعني ما تشوف اي مربعات في الفيديو. ثاني شيء اذا انت من نوع اللي تصور فيديو اوريدي حاطينك البلاتر داخل الصندوق، يعني بدل ما تتريا تطلب من طرف ثالث وسالفة جاهز. ثالث شيء ومهم بالنسبة لي، انا من نوع اللي غامر اروح اماكن بعيدة بدون سيارة، فانا احتاج درون صغير بس الكواليتي اكبر ما يمكن، فهاد درون مناسب لي. فيلا نفتح الصندوق نشوف شو داخله. اوه، حطينا الاكسسوارز في الصندوق. هننزل هاي. شو ده؟ خلنا نفتح الصندوق اول شيء. صندوق مرتب. اوكي. اوه، حاطين لك الاجنحة بروبيلرز. خلنا نرتبهم في الطاولة. زين، داخل الشنطة. لا والله الدرون اوكي. هاي الدرون. هاجو. هاي اكيد الشاحن. شاحن. اوكي، شاحن وبطاريات. اوكي حلو. هذا الريموت. شو بعد؟ حق الشاحن هاي محتاجه. شو بعد؟ ماشي، بس شنطة بس هاي تحصلها في الكومبو. خلنا نحط الاشياء في بعض. بطل الاستيكرات، يعني تحملوني شوي. وين الفلاتر؟ اتحسرت هاي الكتاب الصغير الشهادات ما اعرف شو. هاي الفلاتر اتكلم عنها، اذا انت من نوع اللي تصور فيديو هاي مهم جدا. فلاتر غير عن الفيديو اللي بسويه بالانجليزي حق الدرون، شكلي بمثل شيء بسيط واحطه في هالفيديو. 3 2 1 شغل. خلصت الفيديو. اوكي، وفي الختام اتمنى تسوون لي لايك وشير واشتراك على القناة، ومع السلامة.